ما حكم النمص من باب التزين للزوج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالنمص سواء كان بأخذ شعر الوجه أو الحاجبين أو التخفيف منهما لا يجوز بنص الحديث لما فيه من تغيير للخلقة المنهي عنه، وقد لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبين أنهن بهذا الصنيع مغيرات لخلق الله يبتغين الحسن. أما إن نبت لها شعر زائد مشوه لأصل الخلقة كالشارب واللحية والعنفقة وهو بلا شك ضار بها ضررا معنويا، فلا حرج في أخذه ولا يدخل في النمص، إذ لا يتقصد به التغيير لخلق الله، وإنما الرجوع إلى أصل خلقة المرأة من جهة، ولأن الضرر مدفوع وواجب الإزالة بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار من جهة أخرى. قال النووي رحمه الله: وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.